طب هل فترة العلاج طويلة وتكلفة العلاج أيضا كبيرة؟ نعم جميل، هو هذا موضوعنا الرئيسي يعني ما أنه في قناة الاقتصادية. صحيح. تكلفة العلاج طبعا تكاليف العلاج باهظة، أو تكاليف علاج المرض باهظة جدا، سواء كان العلاج مثلا جلطة الأوردة العميقة أو مضاعفاتها، جلطة الشريان الرئوي، هذه المضاعفة الحادة، أو المضاعفات المزمنة ما تكلمنا عنها، هي نسميها متلازمة ما بعد الجلطة أو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، كلها تكاليف باهظة. احنا طبعا في السابق علاج الجلطات الوريدية بجميع أنواعها كان التنويم في المستشفى، التنويم في المستشفى، والمريض يعني يعالج عن طريق الهيبرين، عقار الهيبرين هو مميع ومسيل الدم عن طريق الوريد، يظل المريض 5 إلى 7 أيام ويتم يعني خروجه بتناول حبوب الوارفرين. هذه الطريقة الكلاسيكية من زمان. مؤخرا من 20 سنة أو 25 سنة يعني الآن الأدلة الإرشادية تغيرت، الآن ننصح بعلاج مرضى الجلطات الوريدية، جلطة الساق، مرضى عيادات خارجية، يعني المريض يجي الطوارئ يشخص يعطى العلاج ونعطيه نخليه يعني يخرج إلى البيت ويتابع في العيادات الخارجية. هذه دراسات كثيرة عملت، إيش التكاليف المرضى التنويم أو خارج المستشفى. هذا موضوع يعني دراسات طبعا أمريكية غربية بيّنت إحنا كل مريض إذا نعالجه عيادات خارجية أو في البيت نوفر من 500 إلى 2500 دولار لكل مريض. علاجه عادي يعني. أيوة بإمكان علاجه 500 إلى 2500 دولار، ما يعادل إلى 2500 إلى 9500 ريال سعودي. طبعا دراسات محلية، الدراسات المحلية عندنا بيّنت في جامعة الملك سعود إن إحنا إذا عالجنا المريض في التنويم بكلف 6500، طبعا بشرطها وشروطها، المرضى اللي بإمكان معالجتهم في العيادات الخارجية يكلف 6500، التنويم يكلف 16500، يعني 10000 فرق. فعشان هذا الموضوع اجتمعت وزارة الصحة مع طبعا خبراء من وزارة الصحة، مثلا جمعية أمراض الدم السعودية ومجموعة الجلطات الوريدية السعودية، وأيضا خبراء في الطب المبني على البرهان من جامعة ميك ماستر بكندا. طبعا هذه اللي وضع أدلة إرشادية لتحكم علاج جلطات. احنا نبغى يكون العلاج ستاندرايزد، يعني موحد في جميع المملكة، سواء مستشفيات المركزية أو مستشفيات طرفية، عشان يكون هنا علاجه في الرياض مختلف عن الشرقية أو مختلف عن الغربية. فكلها وضعنا توصيات، يجب علاج المرضى الجلطات الوريدية في العيادات الخارجية في البيت والمتابعة. جميل. لما له من يعني أثر في التكلفة العلاجية. أنا الحمد لله أتشرف أني أحد الخبراء في هذا الموضوع، في وإحنا وضعنا يعني اجتمعنا قبل سنة وضعنا هذه التوصيات. طبعا لما تضع توصيات من الصعوبة بمكان تقبلها في وقت قصير، فإحنا يعني نكثف زي ما تقول المؤتمرات والمحاضرات لنشر هذه الأدلة الإرشادية. أنت تشوف حتى المرضى يمكن سقطت. طبعا جميل، أصلا المريض نفسيا لما يتعالج في البيت يشعر، يقول لك لو، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول لك لو خطير مرضي لنوموني في المستشفى. يعني فإلى عامل نفسي وعامل اقتصادي، تكاليف أكثر المضاعفات المرض، مضاعفات المرض نسميها متلازمة ما بعد الجلطة، تظهر 6 أشهر إلى سنة بعد الانتهاء من العلاج. الأعراض تكون مشابهة للجلطة، ولكن تكون ثقل وألم في الرجل بسبب تلف الصمامات الوريدية. طبعا الصمامات الوريدية تسمح بتدفق الدم من القدم إلى القلب باتجاه الطبيعي، لما تتلف الصمامات يصير ارتجاع الدم، فالارتجاع الدم يسبب له الأعراض الثقل والألم والتورم، خاصة مع الوقوف لفترات طويلة أو المشي. هذا المرض يكلف في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ما عندنا احنا دراسات، 1.4 مليون دولار سنويا، تكاليف مباشرة طبية أو غير مباشرة جراء مثلا فقدان الإنتاجية، التغيب عن العمل. بعض المرضى يكون أنا مثلا في العيادة مرضى كثير مصابين، أقول لك يا دكتور أعطيني إجازة، أعطيني مثلا عذر طبي، وينفر على الحركة يا دكتور في النهاية. نعم. جميل. فإحنا نقول لا، المريض يعني بالعلاج إن شاء الله في وعي عند المرضى يا دكتور، ما هي حتى اقتصادية العلاج يعني. مثل ما ذكرت في النهاية الدولة تتحمل هذا العبء، وهو بالتأكيد يعني حق المواطن، لكن يعني مسألة أنه والله المريض لا يتبع الإرشادات اللي يعطيها الطبيب فتتأزم حالته فيعالج أكثر، هو في النهاية قاعد يضيق على مريض آخر. صح صح. الأسرة الآن وضع الأسرة حرج، يعني نحتاج تدوير حركة دوران الأسرة. يعني بعض المرضى يكون أكثر حاجة
ملحة لاستخدام السرير. وأنا أشوف الناس تشعر بالأمان أكثر في المستشفى، أنت ذكرت في البيت، بس أنا أحس إنه بالعكس في المستشفيات يعني يفضلون إنه هذا الاعتقاد الخاطئ. جميل هذا الاعتقاد يعني بعض، أنا أشوف كده بعض الاعتقاد الخاطئ يعني، ولكن فعلا لما يكون واحد أكثر ثقافة وتعليم يقول لك أنا أوعي، يقول لك أتمنى يكون العلاج في البيت. ممتاز. في وعي من المرضى اللي يجونكم؟ طبعا احنا الوعي يعني بهذه الثقافة الاقتصادية العلاجية توصلون لهم يا دكتور؟ طبعا احنا كوعي عن الجلطات الوريدية بشكل عام عملنا دراسة، كنت المشرف على الدراسة، تبين ان 25% من السعوديين اوكي لديهم بعض الوعي عن الجلطات الوريدية، وهذا يعني مقارنة بالدراسات الغربية الرقم جيد جدا. لأن جلطات الشريانية الكل يعرفها، جلطة القلب الدماغ، ولكن جلطات الوريدية مختلفة يعني نوعا ما. نعم. طب آخر ما توصل له العلم في هذا المرض؟ جميل جدا، سؤال مهم، وأيضا العلاقة بالاقتصاد. الآن في يوجد الجيل الجديد من مميعات الدم أو مسيلات الدم، قلت لك الطريقة السابقة عن طريق الوريد وتنويم، وبعدين قلنا خروج. نعم. في العيادات الخارجية. الآن الحقن تحت الجلد، حقن تحت الجلد الهيبرين منخفض الوزن الجزيئي، هذا بالإمكان بالإمكان نعالج المريض في البيت. أيضا ظهر مؤخرا آخر 5-6 سنوات حبوب أو أقراص، هي تعتبر من الجيل الجديد، بالإمكان علاج المريض من البداية بحبوب مميع الدم بدون الحاجة إلى حقن عن طريق الوريد أو تحت الجلد. وهذه ميزتها، ميزة العلاجات هي من ضمنها مثلا ريفاركسيبان، دابيكاترا، أبيكسيبان. نعم. هي جيل كبير من العلاجات، ميزاتها مقارنة بالجيل القديم أن المريض ما يحتاج متابعات متكررة. نعم. الجيل القديم يحتاج متابعات كل مثلا أقصى فترة ممكن تكون شهر شهرين أو أقصى 3 شهور لعمل تحاليل دم لضبط الجرعة. جميل. بينما العلاج الجديد الجرعة ثابتة والمواعيد متباعده كل 6 أشهر، ولا نحتاج نعمل تحاليل. نعم. لضبط الجرعه. فهذا يعني دراسه، اكيد العلم لا يقف عند احد. نعم. يعني الدكتور محمد آل شيف استشاري امراض باطنه وامراض تخثر الدم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا.